じゃあこれ。السلام عليكم. حنا مستعدين باش نضحيو، ولكن الدولة هي خصها تضحي معنا. ثلاثة البلايص نطلع بهم حتى المغرب ونرجع من المغرب خاوي، اش من رباح؟ راه ما كاين رباح. اللهم توقف الطاكسي، هذا هو الكلام ديالي. خاص الدولة تضحي معنا، جاية حنا غنضحيو بالنسبة للمرض، حنا غنضحيو، حنا دايرين اللي قالت ودايرين سميتو، ولكن حتى الدولة هي خصها تضحي معنا، يكون شي دعم. مشي هي ثلاثة البلايص فرض عليك وجابوا لنا البوليس هنا، ما تهز ثلاثة البلايص. هذا راه ضرر، هذا في حق ذاته. هاك السي مصطفى. السلام عليكم. هاد ثلاثة البلايص اللي قالوا ما خدامينش لينا، هادوك ثلاثة البلايص براسهم ما يقدروا يكونوا مراد. الأحسن نوقفوا ثلاثة البلايص، حنا غاضيعين. واش نوركوا على المواطن نقولوا ليه خلص لينا كنمشيو ب 30 درهم؟ واش نوركوا على المواطن نقولوا ليه خلص لينا 10 درهم البلاصة كما قالوا شي ناس؟ ما يمكنش. وأنا مواطن، حنا مع المواطن، حنا كنا مع المواطن، ولكن باش تورك على واحد تقول لي خلص 10 درهم؟ لا. يعني دابا خاصكم تقدروا حتى المازوت تزيدوا من جيبكم. راه المازوت هو المازوت تنقص البرميل، واش تنقص عندنا حنا شي حاجة؟ راه باقي المازوت هو ما كاين حتى شي حاجة. يعني حنا مضرورين بهذا القرار اللي دار، حنا مضرورين فيه. أنا ما يمكنش نديو واحد ب 10 درهم والناس بغاو يمشيو ب 10 درهم وما بغيناش نديوهم ب 10 درهم. ما ساهموا معاكم بوالو. ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين لا مساهمة لا حتى شي حاجة. خويا أنا كانت شي رسالة، شي بلاغ يبلغوا صحاب المأذونية هما الأولين باش السائق يخدم في خاطره. يعني اللي صورها اللي قسم الله راه غيعطيها المول الكريمة، اللي ما قسمش الله راه غيمشي طويل. أكيد بنادم مأزم ويزيد يتأزم، ما يمكنش أخويا. الرسالة خاصها تمشي لصحاب المأذونية هما الأولين، مولي المأذونية، حيت هما اللي كيعنيهم الأمر، هو اللي باغي الروسيطة. ماشي أنا راه خدام، أنا راه طالب معاشو. اللي صورتها راه غادي نعطيه، أنا ما غنصورهاش. وشكرا خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليك. هذا الزيادة، هذا الشيء اللي درنا ثلاث البلايص راه ما خدامينش لينا حنايا. ناقصنا الدعم أولا. الدعم ديال الغازوال ينقص، لان نقص في العالم كامل وما نقصش هنايا. وحنا شكون اللي يضمن لينا هذوك الثلاثه؟ قال لك ثلاثه البلايص، هذوك ثلاثه البلايص يقدر واحد فيهم يكون مريض، ماشي بالضروره يكونوا ديك يقول لك سته. والله يهديهم، كنطلبوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله. الله يجزيك بخير وشكرا.